أعطيتنا المعرفة، وأعتقد أن اللقاء جيد ومثمر، حيث نحن استفدنا اليوم في اللجنة وزملائنا حتى في المجلس، يعني أخذوا هذه المعرفة. نتمنى حقيقة إحنا وياكم في شراكة دائما، يعني نستطيع نقدم شيء، وهذا واجبنا يعني. وإذا في أي استفسار من حد من الحاضرين، ممكن نتيح الفرصة، نعطيه فرصة وقت معين في حدود نص ساعة أو شيء. هذا طيب، تفضل. إن شاء الله. صفتك رئيس لهذا المركز، هو مركز مكلف حدود 7 ملايين ريال عماني، ومع استمرار التطوير والأجهزة، وأعتقد هو الشركة الرئيس معتمد على المختبر أو الأجهزة المخبرية الموجودة. تخيل نفسك في يوم من الأيام جالس أمام هذا المركز، أو خاصة أمام هذه المعدات الضخمة المخبرية الضخمة الموجودة، والإنسان يفكر على مدى بعيد. كل نتائج هذا المركز وأهداف المستقبلية مربوطة على الأجهزة التي المخبرية، صحيح؟ فلو فرضنا دائماً في هذا التساؤل في بالي، لذلك أقول لك ربما يكون في عدم التزام في التفكير، ولكن شخصياً أقبله. تخيل في يوم من الأيام انقطعت علينا هذه التكنولوجيا والأمور، سواء بأسباب سياسية ولا غيرها مستقبلية. علمنا كله ما منه فائدة حقيقة، يعني مثل ما مر علينا H1N1 وغيره، يقول تجهيز المعدات بطولة ما يسمى بالكالبريشن، يعني المقياس متى يكون بوزيتيف متى يكون نيجاتيف إلى آخره. فعلى المدى البعيد زين الإنسان يفكر في أمور وأحوال أخرى يملك أمورها. هذا طرح واجب أن يتم تقبله، لأن في شوية من الخيال، لكن خيال واقعي قد يكون في المستقبل. الموضوع الثاني موضوع البحث ما قبل الزواج. ما أعرف خصوصاً السعادة الأخيلي بصفة رئيس لهذه اللجنة، وبصفة خلنا نقول يمكن هذه المرحلة أو الفترة الثالثة والرابعة اللي موجود فيها في المجلس، من المانع لأن يكون هذا البحث فعلاً يعني يكون في قانون إلزامي، يكون في قانون إلزامي يلزم الجميع في أداء هذا البحث. مثل ما تفضلت، خصوصا المرض الانيميا المنجليه منتشر بشكل كبير جدا، وفيات كثيره وهموم واحزان ومشاكل كثيره بسبب يعني عدم فرض هذا البحث بشكل الزامي. ما المانع؟ ما يعني ما الذي يجعلنا احنا نقول لا نتخذ مشروع قرار، خصوصا منا كلجنه ومساندتكم كمركز، مساندتكم لاهميه هذا القانون. فأنا أصبر الحقيقة الآن لما لا نبدأ يعني جعل هذا البحث إلزامي، وأتوقع يكون الناس من الحامدين والشاكرين، ويعني يكون ثناء كبير على هذا القانون، والناس المعارضين كثيرين في كل مكان. فأتوقع من الضرورة الحتمية إلزام المجتمع بهذا البحث للمصلحة العامة، وشكراً. شكراً سعادتك. ويعني بداية النقطة الأولى، يعني حتى لو يعني لا قدر الله يعني حصل، طبعا هو ليس خيال، هو وارد حقيقة يحصل في أي لحظة أكيد، لكن يعني بناء على الخلفيات اللي اشتغلنا عليها طول هالفترة هذه، أكيد بإذن الله راح نوجد بدائل للتعامل. طبعا ما راح تكون نفس الإنتاجية، لكن أكيد راح تكون إن شاء الله أحسن، ونعمل إن مع الوقت إن شاء الله تكون عفوا تكون بيادي عمانية إن شاء الله. نقطة الإلزامية، المعدات نفسها وليس المخبرين، المعدات نفسها والتكنولوجيا نفسها، هو مخرجاتها، يعني مخرجات هذه المعدات من قاعدة بيانات، عفوا راح تساعدنا كثير إن شاء الله. ساعدك لا بس لا سمح الله، سؤال افتراضي، لا تعطلت هذه الأجهزة يعني هكذا محمد؟ والله ليس تعطل الأجهزة، يعني دائما أفكر حتى موضوع إيمان على سبيل المثال H1N1، فترة من فترات يعني أظهر وفيه أدوية وغيره، واضطرينا يعني
وصلنا يمكن كانت فتره جهازين معينه موزعات على مستشفيين مرجعيات في عمان، فمن يقيس لك هذا خلينا نقول بوزيتيف ولا نيجاتيف عشان يفترض انه عنده فرض لانه كان عشر خلال الفتره اللي طافت بوزيتيف اتش 1 ان 1 ولا نيجاتيف، من يفرض هاي يعطوك نوع ما يسمى بالكالبريشن مقاييس معينه معايير معينه في هذا الجهاز اللي ارسل خلال هاي الفتره. فهذه الاجهزه على المدى البعيد ظروف سياسيه اقتصاديه احوال معينه انا اتوقع علمنا هذا كله بيكون خلينا نقول للاسف شيء في العقول اذا ما كان فكر يعني هو من الصعب ارد عشان كذا اقول في البدايه نوع في نوع شويه من الخيال، لكن عدم وجود خلينا نقول تقنيه يعني كيفيه الفحص نفسه، الفحص الان معتمدين على هذه الاجهزه والمعدات الضخمه لتجدد دائما سواء سوفت وير تقول له غيره في نفس الجهاز. فاذا انتهت هذه الاجهزه علينا بسبب خلينا نقول تقنيه معينه وما بموضوع اعاده صيانه او غيره، هذا الموضوع الثاني اتكلم عن الفكر وتقنيه الاجهزه. شو الحل الاخر يعني؟ اللي نحط فيها الدم هو ما عندنا حل، الحل خلينا نقول في التصنيع، والتصنيع ما اتوقعها من سهوله المكان خلال صحيح صحيح. لا سمح الله في يوم من الايام امر مثل هذا يحدث ونتاثر به كثير، وحتى النتائج قد لا تكون واقعيه في حال ان ما يعني ملكنا تفاصيل العلم فيما يخص كيفيه وضع المعايير مقاييس المعيار كالبريشن لقياس قرن الوضع دم معين او تحليل معين او نسيج معين في هذا الجهاز. صحيح صحيح. اذا وصل لهذا الرقم معناته بوزيتيف، معناته انسان حامل أو مصاب بهذا المرض، حتى هذه المقاييس البسيطة لا نملكها حقيقة، هذا كثير منكم فيه شوية لا احنا عند احنا عندنا سعادتك يعني ممكن نستفيد من اشياء كثيره، يعني ليس فقط اعتمادا على مخرجات هذه الاجهزه، يعني احنا عندنا التقدير الكلينيكي، الخبرات المتراكمه، قاعده البيانات راح تساعدنا ان نواصل في هذه الوظيفه. ويعني برغم ان افتراضيه هذه شبه مستحيله، لكن الاستعداد لها يكون افضل عن مثل ما تفضلت. نقطه الالزاميه انا ما اعرف، يعني انا ما زلت اقول ان احنا بحاجه على ان ننشر التوعية والتثقيف بأهمية الفحص قبل لا نخليه إلزامي، لأن من السهل أنك تصدر قرار حقيقة يعتمد مجلس الوزراء ويبدأ الناس ينفذوا، لكن هل إحنا يعني القرار ما راح يفرض على الشخص هذا الزواج من عدمه؟ لا، وإنما راح يفرض عليه إجراء الفحص. فمثل ما قلت لك يعني ساعتك يعني في دول قريبة مشابهة لنا يعني الغالبية العظمى لم يلتزموا بنتيجة الفحص، والسبب إيش؟ إنهم لم يقتنعوا أساسا بأهمية الفحص. والله احنا كم المده نحتاجها؟ سنتين خمس سنين تقريبا يعني اذا 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 وضعنا برنامج مكثف في سنتين اعتقد راح يكون ان شاء الله كافي باذن الله. لكن ترى اخ محمد هي المعادله قائمه على انك انت تفحص لكن لا تلتزم بنتائج الفحص، يعني عندك حريه الاختيار حقيقه. لا عذرا في كثير من الدول ما اعرف، انا حقيقه يعني نهائيا ما اعرف هذا الفكره انه التثقيف شئ الهند أمة عنا ما ممكن. لا بس في نقطة مهمة جدا. لسه واصل اسمح سعادة يعني مثل ما قال دكتور مسلم تظهر النتائج ربما لا يلتزم فيها. صحيح. هذا في دول كثيرة جدا وأنتم على علم بذلك أن إذا نتائج الفحوصات غير مناسبة للطرفان فلا يسمح لهما بالزواج، لا يسمح بمعنى لا يتم عقد قرانهم بشكل رسمي. وكيف يتزوج؟ محكمة أو خلينا نقول مليك، فما ممكن يتم عقد قرانهم إذا ما كانت نتائج الفحوصات جيدة. هنا أفتكر في مشكلة بعد شرعية أخرى يعني والمجتمع ما أعرف يعني كيف التعامل معها، هل يعني إحنا ناس مسلمين يعني لا يمكن فرض هذا الشيء. هذا الأمر يعني يحتاج له شوي كثير من البحث يعني. ما العلاقة بال يعني يقول لك ما في شيء حرام، شيء حرام يتزوج؟ لا لا بس اذا ترى كذا وترى كذا اختار. لا بس الاخ محمد يقول لك ماشي ما تترك الاختيار. لا لا اسلامي شرعيا. سؤال يعني احنا ترانا مع الفحص ما مع لا فاهم بس لا بس الاخ محمد لا شرعيا اذا فرضا انت تعلم اذا قفزت نهار قدام انتحار مثلا محرم من هذا الباب. بس شوف احنا غايب فقط من هذا الانسان المصاب على سبيل المثال بالانيميا المنجليه او حامله مصابه وحامله،
الولد عموما يعني احنا الحين لا باس لا باس اخ محمد، احنا ما نخوض في الامور يعني الامور الدينيه البحته اللي هي ممكن اهل الدين يفتوا فيها، لكن نقول ان مطلب الفحص قبل الزواج هذا اصبح يعني مطلب حيوي مهم صحيح يحتاج الى المجتمع، يعني بحيث ان الانسان يعرف ما هو مصير يعني نصير مصير خلفته يعني صحيح يعني بترتب عليه امور كثيره يعني المعاناه صحيح. اللي بترتب عليها الـ 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 الاولاد اللي بتجي انا طالب الاخير قبل ان ينتقل من طالب الاخير ضروره التفكير في الالزام وخصوصا راي الاخوه الاطباء في هذا المجال لابد من الالزام المجتمع عمره ما بيقبل انا بس اريد اقول قبل رضا عن تفكير غيري لك دقيقة يا دكتور، أنا أعتقد أن المجلس يعني طبعا بحكم واجب التشريعي واجب الرقابي يعني من ناحية التشريع ما أعتقد يعني أنه راح يمانع أبدا، بالعكس راح يدعم مثل هذه القرارات أو مثل هذه التشريعات اللي تفيد المجتمع أبدا يعني، وهذا موضوع طرح على المجلس بالفعل في عدة يعني سوابق سابقة في الدورة السابعة يعني طرح الموضوع هذا الموضوع، بس اعتقد ما كان ذيك البيانات المتوفره او الاحصائيات المتوفره. طبعا الاخوان مشكورين في المركز لديهم بدوا يتقدموا وبدوا عندهم يعني اصبحوا مثل مركز متقدم مركز ابحاث ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. فبالتالي احنا في اللجنه الصحيه حتى بدايه الدوره الثامنه اعتقد اول ما جلسنا يعني انت اخ محمد كلنا موجودين اصحاب السعاده موجودين طرح هذا موضوع قرار يعني الزام الفحص قبل الزواج ونتيجة كان على طاولة اللجنة كان كثير من المواضيع وتعرف احنا محتاجين طبعا لا بدنا ننجزهم خلال الفترة الموجودة، فكان يعني رحنا للقانونيين اللي موجودين معنا والموضوع عندنا لا زال موجود يمكن سنة وايد مفروض يخضع على هذا الجانب لانه يعرف ان كثير من دول لا باس لا باس محمد لا باس احنا ممكن نتساعد معكم لو نعم ان شاء الله ضرورة ان شاء الله ملحة وإحنا نشوف إن الوضع يعني ممكن مهيئ إن الحكومة يعني تصدر قرار في هذا الجانب والمجلس نعم. يتعاون معها يعني بحكم إنه يمثل المجتمع ويقف معكم يعني، بس هل أنتم جاهزين؟ السؤال اللي يطرح هذا السؤال نعم صحيح. هل الوزارة اليوم جاهزة؟ صحيح. أو إمكانيات الدولة أو إمكانيات يعني وزارة طبعاً الدولة ممثلة في وزارة الصحة، هل وزارة الصحة جاهزة على أنها تقدم هذه الخدمة لأقرب الناس بدون عناء وقريبة من منازلهم أو قريبة من تحميل الخدمة؟ هل لان انت انا اوكي اصدر قرار اني الزم الناس على انهم يفحصوا لكن يروحوا يفحصوا ما حصلهم طيب بالتالي بيتم مردودها انا بحكم وجود اليوم هذا نعم 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 فرصه يعني يعطينا يعني بساعتك فعلا يعني عندما نصل لمرحله الالزاميه طبيعي انه وزاره الصحه لازم تواكب هذا الشيء بشكل يعني يوفر هذه الخدمه لان اصبحت حق طالما انت الزمتني عليها. الوضع الحالي جميع المستشفيات المرجعيه عندها القدره على القيام بهذا الفحص، ولكن مسألة أن تقدمه لكل الراغبين أو المقبلين على الزواج هذه يحتاج لها إلى يعني ما راح تكون إن شاء الله عملية صعبة، لأن إحنا عندنا القاعدة مجرد يعني تحديث أجهزة جديدة ربما إضافة أجهزة نتيجة زيادة العدد فما راح تكون مشكلة طالما وصلنا مرحلة الإلزام. وزارة الصحة بإذن الله قادرة على أنها تواكب هذا الشيء إن شاء الله. لا احنا نتكلم عن ساعتك فحص امراض الدم الوراثيه مش امراض الدم المعديه وراثيه مش معديه المعديه نعم ان شاء الله ان شاء الله. لو تم النقاش بين حضراتكم يعني وبين وزاره الصحه فاكيد راح نوصل لحل ان شاء الله. الالزاميه اي الزام تجرى الفحص احنا مش ضدها سعادتك، ولكن انا ما زلت اراهن ان يعني كل ما وسعنا في العمليه التوعويه كل ما كان يعني اوكي انت راح تجبر يسوي الفحص بس في فراغ ما تقدر تلزم فيه اللي هو عدم الزواج من 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 جواز الزواج صح ما نقدر بالضبط. وبالتالي انا هدفي هذا يعني التارجت مالي انه فعلا ما يقدم على هذه المرحله ومن هنا ما اقدر اجبره. اذا كيف اقنع بالفكره بالتوعيه؟ هنا اهميه التوعيه يروح يسوي الفحص ويلتزم فيه. طيب كيف يلتزم فيه؟ ما اقدر اصدر قرار لا لازم يكون ذاتي وبالتالي التوعيه والتثقيفيه لان نسعى لها ان شاء الله. سؤال جيد ساعتك، بس المشكله ان احنا ما عندنا احصائيات الحين من المراكز كلها عشان نحكم. تونا بادين يعني من حوالي سنتين او اكثر في هذه العمليه. المؤشر يعني ما تقدر يعني يحتاج لقياس بالضبط يعني عدد هذا ممكن تقدر فيه السياسه يعني فين؟ لان ساعات الشيء اللي قانون يعني اللي يلزم يعني بالضبط قبل ما نتحدث عن قاعده الالزام او مبدا الالزام
نشوف المؤشرات والمعطيات العامة. صحيح. عشان تقيس يعني مدى رغبة الشعب أو اقتناعه بالمسألة لازم يكون عندك دراسة بالضبط، لازم تعمل دراسة معينة. لأنه هو فحص واحد. صحيح. فحص صحيح. واحد. صحيح. لا ما أعتقد. لو مهما حفظ واحد حالي الساعات المسألة يعني حاليا عندهم المراكز موجود فحص المختبرات. بالضبط. ما عشان إجابة لهذا السؤال يعني سعادتك يعني إحنا لازم بعد كل سنة نشوف العدد اللي زاد في الإقبال هذا إيش ونقدر نعتبره كمؤشر، بس مع الأسف هذا الشيء ما عملنا لحد الحين لأن تونا بادين في هذا المجال. في الدولة الأكبر اللي ذكرتها أعتقد تقصد السعودية المملكة العربية. نعم نعم. ما لي علم بهذا الشيء والله. بشكل داخلي في البيوت رسميا في المحاكم ما يعقد. ما لي علم بهذا الشيء. التوجه خلينا نقول في دوله الامارات كذلك في المدرج. معظم دول الخليج الان بقينا ما اعتقد البحرين ما متاكد. لا بحرين الزامي اعتقد. انتظر سنتين وثلاث تثقيف ومنابر واسر وخطب ما منه فائده هذا كله. اليوم في المرور ما استفادوا حوادث ما يجي. بس ساعتك النسيج الاجتماعي والقبلية في بلدنا يعني تراعي هذه الأمور يعني. ما شيء شدة أبغى شدة الصحة لأنه في نفس الإطار. والله دكتور. أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أود أن أشكر لك الفاضل الدكتور مسلم حقا على هذا الطرح الجميل وعلى هذا العرض الرائع. كان ملخص حقيقة سريع وكان يعني قريب جدا إلى فهم الجميع إن شاء الله. أخوك الدكتور محمد باقي أخصائي الصحة عامة عضو في اللجنة الممثلة في الوضع. حقيقة يعني في عدة مواضيع وتساؤلات حول الأخطاء قدر المستطاع، لكن أنت من حيث التهاب في فاضل سعادة محمد حقيقة يعني مسألة الحكمة قبل الزواج والإزام يعني مثل ما تفضل الشيخ أيضا عدة تساؤلات وعدة تهيئات وعوامل يجب حقيقة أن نفكر فيها في نفس اللحظة وفي نفس الوقت وحتى يعني نفكر في مسألة الإلزام منها مدى استعداد المجتمع مثل ما نعرف أيضا تهيئة المجتمع ما تقييم الخدمة الحالية إلى أين أنا واصل ما يعني ما مدى استعدادي لوزارة الصحة وما مدى أيضا يعني وجود الإنفراستراكشر أو البنية التحتية يعني. صحيح. ما هي إمكانيات وزارة الصحة إلى آخره عدة عوامل حتى الثقة يعني تكوينه في المستشفيات والمحافظات أيضاً فحنا عندي ثلاث خطوات وعندي مركز وطني يعني مركزي وقائم بدوري كبير جداً وإنجاز حقيقة رائع يعني جميعاً هو حقيقة يعني شرف وفخر لنا جميعاً هذا المركز ولكن امتداد هذا الخدمة للمحافظات لابد أن تنقل اللغة ولا يكون فقط حقيقة في الأساس هو أن أوفر الخدمة المادية بجهد الإنسان بقدر ما أفتح حرصة الإمارة على حرصة الخدمة الاستجابة لها على هيئة لجميع البيئة المناسبة هذا أمر مهم والأمر ليس بالسهل حسب الرؤيات الشخصية يعني يكون هناك إلزام ليس أمر سهل فبالدرجة الأولى مسألة التوعية أمر أساسي وأمر مطلق يعني مهم جدا وإلا سنقع في الموقع في الآخر يعني من حيث يعني عد الجدوى صحيح لأن أنا هدفي النهائي هو الوقاية فبالتالي إذا لم يتحقق فما الجدول فالوقاية رأس يعني الانترفنشن في الوقاية هو التوعية مثل ما نعرف وفعلا يعني استعداد المجتمعي للالتزام صحيح فيما يتعلق عندي تساؤل حقيقة يعني يعتبر كثير إلى حد ما فيما يتعلق الآن بواقع الخدمة واقع الخدمة حاليا في المحافظات ما هو التوجه القريب على الأقل يعني في هذا المجال الشيء الآخر يعني أكثر عمقا من هذا نقول أيضا إذا عندي يعني شخصين مقبلين على الزواج أو شخص مقبل على الزواج سواء كان ذكر أو أنثى فهو راح يحضر إلى العيادة المختصة اللي ممكن تكون موجودة سواء بس في المركز أو في المحافظات إما إنه عنده أعراض أو دون أعراض يعني بشكل مختصر يعني وكان حامل وكان ما عنده أعراض وما عنده أعراض فما هي الإجراءات يعني حتى الحين في حضور عندنا أيضا من بعض الإخوة وربما تصل رسالة من عندهم متخصصين نعم فما هي الإجراءات اللي هو يحصل عليها تلقائيا بناء على طلب وتفحص ما قبل الزواج نعم فثانيا فيما يتعلق
في الطرف الديني اللي عنده أعراض وما عنده أعراض، لكن يكون تعالجوا أعراض بمعنى أنه هو فيه مرض أو فيها علامات مرض موجودة أو ما يدل على المرض، سواء كان يتمنتج يعني موثق في الأسرة أو لا. الشيء الآخر بالنسبة للبحث الجينومي، بالنسبة للشخص اللي ما عنده أعراض، هل تتم يعني أو في هناك توجه للتم بحث الجينوم إذا لم يعطي تاريخ مرضي ولم يبقى أي تاريخ مرضي في الأسرة أو حتى في الأجيال؟ صحيح. يعني يتم فعلا تحليل الجينوم وراثة الشخص، فنتمنى أنه يصير في توضيح إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا سعادتك. حقيقة هو المركز الوطني للصحة الوراثية طبعا هو أحد منظومات المستشفى السلطاني، وبالتالي النظام يعني تحويل الحالات من المحافظات يخضع لنفس النظام الماشي عليه المستشفى السلطاني، وهو التحويل ومن ثم قبول ومن ثم موعد وهكذا. احنا نحاول حقيقة في المركز نطلع من هذا الإطار، بالتالي حاليا يعني شغالين على أساس نخلق شبكة تواصل مباشر من عندنا احنا للمستشفيات المرجعية، ودائما يحولون حالات اللي تكون فيها مثلا يعني تشوهات خلقية حادة، تاريخ عائلي ملفت، يعني زوجة حدث معها إسقاطات كثيرة، في تاريخ عندهم عائلة كثير هم خايفين الإنجاب، يعني مثلا الحالات هذه يتم تحويلها لنا مباشرة. نحاول سعادتك مثل ما قلت قبل شوي ان نخلق فوكال بوينتس او ناس يعني يتعاونوا معنا بشكل مباشر في المستشفيات المرجعيه، وبالتالي حاليا احنا يعني ان شاء الله راح ننتهي على نهايه 2016 ندرب مرشدين وراثيين جينيتك كونسلرز يكونوا في كل منطقه، واحد يمسك هذه الخدمه. والارشاد الوراثي حقيقه هو يعني الاقتراب من العوائل هذه اللي عندها حالات وراثيه معقده من اجل معرفه ايش ممكن نقدم لهم، وبالتالي تواصلوا معنا في المركز. فنظام خدمتنا للمحافظات هو نفس النظام السلطاني، لكن نحاول نسهل هذه الأمور، لأن نعتقد أن خدمة الصحة الوراثية يجب أن تصل للكل، يجب أن تكون أكثر شمولية وتخرج عن الإطار التقليدي في مجال التحويل. السؤال الآخر سعادتك بالنسبة للحامل ومصاب، طبعا هذه تشكل 51% من مجمل الأمراض في السلطنة، وهنا المشكلة. لن نصل، وحتى الشخص نفسه لن يعرف إن عنده أساس مرض وراثي إلا إذا حدثت في العائلة حالة فجائية مثلا معينة، أخوه، ابن أخته، ابن أخوه، يعني مثلا فجأة كذا وتم تحليلها وتشخيصها وعرفنا نوعية المرض، هنا نمسك العائلة كلها ونفحص عليهم. هذه الفترة الوحيدة. الشيء الآخر لو سمع إن عنده تاريخ مرضي في العائلة مثلا وحب يستفسر أو مقدم على الزواج من بنت عمه أو بنت خالة أو حد من العائلة، فيلجأ إلى المركز في عيادة الإرشاد الوراثي، لأن عندنا عيادة متخصصة للإرشاد الوراثي في هذا السبيل، ويبدأ يطرح تاريخ المرضي، نرسم شجرة العائلة وممكن نوصل حن إن هذا المرض وراثي أو ذي. فحامل بمعنى عند الجين المعطوب لكن ليست عنده أعراض، والمصاب هو اللي عنده الجينين معطوبات وعنده أعراض. النقطة الأخيرة سعادتك بس بالنسبة لقائل اللي جاي ما عنده شيء أعراض، تحليل الجينوم البشري، أوكي. لا هو طبعا هذه يعني ما يعمل الا لما يكون في مسوغ للموضوع، يعني مثلا نفس الشيء نفسه ينطبق عليه. فحص قبل الزواج حاليا على امراض الدم الوراثي، اي اشكاليه العائله؟ لا حاليا نعم، امراض الدم الوراثيه حتى لو ما عنده نعملها. القائمه احنا هذا يعني سبب تواجدنا هنا اليوم على اساس نتكلم في هذا الموضوع، نبي نوسع القائمه، توسعة قائمة أمراض الدم عشان تشمل أمراض أخرى. طبعا هذا التوسع يحتاج إلى قرار من سعادتكم، يحتاج إلى أنكم، وأنا أدعوكم يعني سعادتك لزيارة المركز، يعني نتمنى اللجنة الصحية تخصص لها يوم تيجي تشوف المركز هناك بكل أقسامه، على أساس يعني تطلعوا كيف ممكن يعني تشريعيا نوسع خدمة الصحة الوراثية والفحص قبل الزواج، لأنه هو الحل، ما في حل آخر، الفحص قبل الزواج هو الحل. سؤال حاليا وبامكانه يعني السؤال الثاني، هل هذا الفحص مكلف؟ الشيء الثاني ممكن اخذه حتى في المراكز الصحيه وارساله للمختبرات المرجعيه؟ اي كعين نعم، لكن حاليا السؤال الثاني، طيب كل الاطفال الان اللي موجودين، هل في تغيرات يعني من سن، من الواحد يكون عمره صغير الى ان مثلا يبلغ سن يعني سن الزواج يكون قادر يعني اي فوق 20 سنه او شيء، يعني هل في تغيير؟ ما اعتقد في تغييرات، هو الدم تركيب فبالتالي انت كل الاطفال المولودين عندك في المستشفى لماذا لا تاخذ العينه
هو مولود عندك وتفحص وتسجل فيه كرفي ان هذا عنده 1 2 3 4 وبالتالي بتصبح معلومه يعني انت عندك راح يكون هذا لغايه ما يتزوج 20 سنه و25 سنه صحيح راح تكون هذا المعلومه عند العائله اول شيء كل العائله لما قلت بنات لما قلت في العائله سواء البنت ولا الولد عارفين ان هذا عنده 1 2 3 4 والبنت نفس الشيء عندها 1 2 3 وبالتالي ما شو اسمه فلانه حال فلان ولا فلان حال فلان كل واحد اصلا بعد مبونه ما لا يفكر يحبها ولا تفكر تحبها بعيدين لا يحطوا اهلهم في احراج ولا يحطهم في صحيح صحيح فهي نوع من التثقيف الطويل الامد يعني طويل الامد ويوفر لك على المدى البعيد يوفر لك ويحل ويغني عن هذا المساله كل هذا المساله صحيح فما اعتقد يعني لو بدينا من القاعده اصلا يوم ولد تاخذ العينه طيب في المستشفى الفحص الشامل محتاج القرار هو حقيقه يعني في بعض الامراض لكن انا اعتقد ان الوزاره غير جاهزه لا هو نعم هذه صحيحه غير جاهزه من ناحيه الامكانيات لكن الفتره الاولى من العمر 6 شهور من العمر الاولى هذه الطفل يكون معاه عادة خاصة مرض الدم الوراثي يكون معاه هيموغلوبين يعني يسموه هيموغلوبين جريني نعم طيب سنوات. إذا غيرنا العمر واخترنا شيء يروح يفحص حال المدرسة في الكرت ماله صحيح وخليناه فحص عام الحين بالنسبة للتكلفة حقيقة مع الأيام والسنوات القادمة والشهور حقيقة مش سنوات القادمة على مستوى العالم التكلفة ترخص أكثر فأكثر فأكثر لأن الشركات تتنافس وبالتالي التقنيات ترخص اكثر فراح نوصل احنا او طموحنا نوصل الى هذا الموضوع ان شاء الله دكتور المشكله انه يروح يفحص او محدد من انا رايح اخطب فلانه خطبت قبل وانتهيت واتفقت وبعدين رايحين خلاص نروح نفحص يا اما ان في علاقه مربوطه بيننا خلاص اصبحت مش اجتماعيا صحيح عاطفيا قلبك خلاص ما تملكه سواء من الطرفين يا انا يا هي صحيح منتهي الموضوع فبالتالي عمليه الفصل بينهم عاد تكون في العواطف اصعب لكن من 6 سنوات معروف ما شاء عاطفه منتهي قبل الزواج بسنوات سنوات نعم قبل الزواج نعم كلام منطقي صحيح زعتك ما خطب ويخلص صحيح ويدافع فلوسه والمساله غرقانين في الحب وغيرها وخلاص بعدين تعال ولا فحص ولا تعال الحين عتبار السنه هو يعتبر اول خطوه اللي هو مثلا التحديد هل تبدا فعلا بالعلاقه صحيح ساعات الشيخ قال على موضوع جاهزيه وزاره الصحه جاهزيه وزاره الصحه لن يتم التاكد منها وحل اشكاليتها الا لو بديتوا ساعاتكم بالخطوة الأولى يعني إقرار الموضوع ومن ثم المتابعة وتشكيل لجنة المتابعة هناك راح يكون النقاش على أرضية واضحة إن شاء الله والهدف راح يكون واحد وبالتالي الجاهزية راح تكون موجودة أنا سبعة كسب دعاية الرئيس إن ما عبر هذا المقوان المفترضين التكلفة اللي هي قمنا نقول رئيجنز لسمو رئيجنز يمكن ما تي 20 ريال لعدة فحوصات المعدية والفحوصات الوراثية الرئيسية اتكلم 20 ريال اذا تدخل حسب مثلا على شو سميته ما بالمن جديد اكسبيدي وعندك خلينا نقول هذا السكل سيل وغيره والاشياء الرئيسيه بالاضافه الى الاشياء الاخرى المعديه الرئيسيه الاساسيه وليس الدخول في التفاصيل ما تكلف يعني تجاريا متوسط تجاريا اذا تروح تعمل هذا الفحص ما تكلف 37 ريال فاتوقع ان خلينا نقول تكلفته في حدود ال 20 وتنزل مع الايام وتنزل مع الوقت نعم فما فيها تكلفه البعض ينظر انها تكلفه لا ساعات الشيخ يتكلم لا ساعات الشيخ يتكلم عن فحوصات اكثر شموله من امراض الدم جميع الامراض الوراثيه جميعها هذا طموحنا احنا المحتاج على الاقل كل محتاج الامراض الاولى جنسيا وعن الامراض في حد من خلفي بيسال نعطي فرصه حال شيخ السلام عليكم السلام ورحمه الله شلون في خصوص اللي هو الأمراض الوراثية ينتج عنها أولاد مصابين في عندنا قاعدة شرعية تقول إنه دفع المضرة مقدم على بين المنفعة صحيح. بالتالي من ناحية دينية نحن ما في تعارض إنه نمنع هذا الزواج لأن في النهاية تكون أولاد مصابين بأمراض وراثية بالتالي تحمل الحكومة هي علاجهم تحمل أصلا نفس الشيء أعباء هذا الزواج اللي صار بالتالي من ناحية دينية شرعية أنا أشوف أنه مقدم دفع المضرة اللي هو منع هذا الزواج وبالتالي يفضل أن الحكومة يكون في إجراء لمنع هذا الزواج دفعا للمضرة المستقبلية هذا النقطة الأولى النقطة الثانية دكتور أنا سمعت عن مصطلح قريت في إحدى المجلات اللي هو المحصول الوراثي يقال أن كل ما كان الزواج من خارج الأسرة كل ما كان المحصول الوراثي لهذه الأسرة أجود وأجود فما هو مصطلح المحصول الوراثي؟
بدليل انه يقال ان العائله المالكه الدنماركيه حاليا هي ما نفس العائله الموجوده، لانهم كان عندهم اللي هو الزواج داخل العائله اللي هو الزواج الملكي، بالتالي انتهت العائله الى حالات اقهار وما قدرت تستمر في الحكم، بالتالي اضطروا انهم يجيبوا احد من البلاء عشان من خارج الاسره عشان تواصل هذا السلاله الحكم، لانه كان زواجهم داخل الاسره، بالتالي انتهى في النهايه لنهايه هذه الاسره، لانه كان المحصول الوراثي عندهم ضعيف جدا اللي هو زواج داخل الاسره. السؤال الثالث سؤال طبي، هل اذا كان الزوج او الزوجه عندهم اخ او اخت عندهم كلام في لازمه داون، هل في احتمال ان الاخ يكون عنده طفل في مثل لازمه داون او لا؟ اذا كان احد الزوجين عنده اخ او اخت نعم حالك مثل لازمه داون. شكرا. نعم بجاوب على سؤالك الأخير أخي الكريم، بالنسبة لمتلازمة داون لا تخضع يعني ما راح ترتفع النسبة، احتمالية أن يلد الطفل متلازمة داون عند أي واحد في أي مكان في العالم احنا نعتبر 1%، ترتفع النسبة هذه إلى 1.5% إذا نفس الأسرة نفس الأب والأم كان عندهم طفل متلازمة داون اوريدي موجود، وبالتالي أي لكن لا أما يكون أخوه لا لا ما يخضع ما ترتفع النسبة ولا تنخفض. نقطة الإلزامية بخلي سعادة الشيخ فيها. أنا أعتقد من الناحية الشرعية إحنا اليوم ما نبنخوض فيها، لأن هذا الموضوع إذا تم القرار فيه فقضية الإلزام ما قضية الإلزام هذا ناحية شرعية، وبالتالي أهل الشرع راح يقولوا رأيهم فيه لو ذاك الوقت وصلنا للمرحلة يعني. صحيح. فأنا حقيقة ما أستطيع أجاوب هذا السؤال من ناحية شرعية، هل إلزاما إنك أنت عملت بالفحص أو نطلب من الدكتور؟ الآن إحنا جاوبنا على ناحية شرعية، فناحية الشرعية مكتب الإفتاء موجود، وهذا الموضوع أكيد هم بيدرسوا أشمل وأوسع وعندهم دراية أوسع في هذا الجانب بيقولوا رأيهم، فما المخوف في هذا الجانب، لأن الدين دائما له أحكامه وإحنا نحترمها يعني، هذه أمور مسلمات يعني. ولكن إحنا اليوم يعني أمراض الدم مثلا ما سمعنا ومثلا ما عرفنا من سابق يعني هذا أمراض مؤرقة ومكلفة ومهلكة للطرفين، سواء للدولة من ناحية إنفاق على الخدمات صحيح صحيح، وسواء من ناحية الأسرة حتى من ناحية الأسرة معاناة يعني، وبالتالي يعني هذا موضوع احنا نراه ونشاطركم حقيقة الرأي في الحاحة وفي يعني صعوبته وفي الوقوف معه وتبادل الرأي فيه والوصول إلى حلول يعني بقدر الإمكان والمساعدة في هذا الجانب، هذا أمر احنا إن شاء الله نلقوه كل تعاون منه، ومثل ما تفضلت يعني احنا مستعدين طبعا اللي نصح يمكن نسق ونزور يوم من الأيام يعني، وعلى ضوءها احنا عندنا يعني طبعا الدور القادم ممكن نشوف ايش اللي ممكن نعمله معكم. نعم إن شاء الله. لكن من ناحية شرعية أنا ما أريد أخوض فيه، وحتى افتح لي افتح في هذا الباب. تفضل. حياك الله دكتور. الله يحييك. طبعا زملاء سابقين. انا بس لفت انتباهي حقيقه مسماك ما شاء الله يعني علم الجينات والوراثه المجتمعيه. نعم. فيا ريت بس تخبرني ايش المقصود بالوراثه المجتمعيه؟ لانه المسمى هذا يعني يذكرني بمرض، والان المرض هذا بدي ينتشر في اوروبا وسمعت انه الان حتى في بعض الدول العربيه اللي بيسموها بعض الامراض وخصوصا منها التهاب الرئه. وبعض الالتهابات الأخرى الآن يعني قيل أن هي بسببها الوراثة المجتمعية، أي أنك يعني ترث المرض من المجتمع. فيريد أعرف هل هو المسمى هكذا أو أمر آخر؟ لا هو تخصص في مجال الطب الوراثي، في عندي الوراثة الكلينيكية، الوراثة المجتمعية، الوراثة الجزئية. فأنا بفضل الله يعني في مجال الوراثة المجتمعية ومجال الوراثة الجزئية، يعني عندي الدكتوراه مالتي في مجال الوراثة الجزئية، والماستر كانت في مجال الوراثة المجتمعية. فالوراثة المجتمعية ما يسمى بالكوميونيتي جينيتكس، يعني كيف أنت ممكن تطور أو توظف مخرجات التشخيص الوراثي نفسه أو التقنيات الوراثية هذه من أجل التعامل مع الأمراض الوراثية في مجتمع عام، يعني مشكلة مثلا مشكلة شائعة مثل أمراض الدم الوراثية على سبيل المثال في المجتمع، كيف أنت ممكن توظف مخرجات هذه التقنيات بتحديد الحاملين، بتحديد نوعية أو نوعية الطفرة نفسها من أجل توفير أسس الوقاية عن انتشار أو ارتفاع معدلات الإصابة بهذه الأمراض في ذات المجتمع نفسه. فالقضية الوراثة المجتمعية حقيقة ليست فقط تشخيص، وإنما تفعيل دور المجتمع عشان في النهاية توصل لنفس التارجت اللي هو خفض معدلات الإصابة. الوراثة الجزئية هي ما يسمى بالمولوكولر جينيتكس أو التحليل الجزئي، تحديد الطفرة الوراثية موقعها وين، البحث عن الجين المسبب، التعامل مع العائلة في الأمراض المتنحية من أجل تحديد البلوك اللي فيه الجين اللي مسبب لهذه المرض في العائلة، كيف توصل له، كيف تتأكد من مصداقية هذه الطفرة،
هل هي فعلا مسبب المرضى ولا لا، ثم توظيف هذا الشيء في يعني فحص جميع افراد العائله هناك لتحديد الحامل منهم من غير الحامل، وبالتالي تقديم الارشاد الوراثي. وجود جماعات دعم صحة المجتمع في السلطنة جيد حقيقة نقول من هذه الأمور مع هذه الجماعات لزيادة التوعية في المجتمع. أنا تعرف هذه الجماعات كما أنت تعلم يعني موجودين في أغلب قطاع القرى يعني 4000 أذكر حسب ما أذكر من الأرقام، لأن تصور الأرقام زادت كمتطوعين يعملون مع الوزارة في البرامج الصحية. سؤالي الآخر، ما مدى تأثر برنامج الصحة الوراثية في الخطة الخمسية القادمة؟ خصوصا ما نعرف الآن الأزمة المالية وكذا، فجريت توضح لنا دكتور هل البرنامج اللي تأثر أم لا؟ يعني أحسنت، حتى لأن فعلا النقطة هذه كانت أنا عملت لي قلق. إحنا لما وضعنا الخط الخمسية التاسعة وكنا يعني معاي الوزير عطنا الدعم كامل والضوء الأخضر، وطبعا سعادة الوكيل، على أساس نحط كل طموحاتنا للخمس سنوات القادمة. طبعا وضع الخط السنة تغير، عندنا نظام جديد، هو يعني كنا زمان نمشي بالسنوات، الحين الهدف التحقق في نهاية الخطة ثم الوسائل المستخدمة. فحقيقة أنا حرصت على أني سعادة الشيخ أن ندخل الفحص الوراثي هذا عن 3000 جين اللي نسويه في ون تشيب، يعني لجميع المقبلين على الزواج أو حتى نقول قبل الزواج. فأدخلت ضمن الخطة الخمسية وتم مراجعته وألقيناها يعني في الحصيلة في المحصلة النهائية، ولاقي القبول والاعتماد. حقيقة لم يردني يعني بعد ما أرسلنا الخطة لاعتمادها في الوزارة لم يرد أي ما يقول يعني أن تم تأخير التنفيذ أو شيء يعني. فأتوقع بإذن الله أن الخطة الخمسية اللي وضعت في مجال الصحة الوراثية إن شاء الله راح تعتمد. بس ساعتك هذا يعني لا يعني أن ما نحط في بالنا الأوضاع اللي تمر بها يعني دول المنطقة كلها، وبالتالي راح تحكمنا في ساعتها الأولويات. احنا حاطين خطة خمسية تشمل عملية الفحص، التوسع في فحص قبل الزواج، عملية نشر مرشدين وراثيين في جميع محافظات السلطنة، تقوية الكادر الطبي في المحافظات من أجل التعامل مع هذا الشيء، تنمية العملية التعليمية وإلى آخره. فأكيد في النهاية راح تحكمنا يعني أولويات وإمكانيات، نحاول قدر الإمكان أن نحقق الهدف العام بصورة أفضل عن الخطط الخمسية السابقة. فإن شاء الله في اجتماعات قادمة راح تكون راح تتضح الصورة أكثر بالنسبة للخطة الخمسية، لكن لحد الحين الخطة معتمدة. لذلك أنا أقول قضية الميزان في الوقت الحالي يعتبر أمر صعب، بس بالتأكيد على معلومة الشيخ محمد بالنسبة للسعودية والإمارات حسب علمي وحسب قراءاتي انه الموضوع الفحص الزام، لكن موضوع الزواج غير الزام. فهذا تاكيدا من الشيخ انه ما الزام، هو يفحصوه عشان يعرف نتائج اولاده ايش راح يصير فيهم، ولكن من حق الزواج سواء كان يعني مريض حامل ما حامل فيحق له يعني زواج متى ما اراد. جزاك الله خير. في حد عنده سؤال ولا استفسار؟ بس انا باكد على مساله الاعلام دكتور، الوسيله تستخدم لإعلام الجمهور أتوقع هي العنصر الفعال. يعني بالفعل نحن المعنيين يتعامل كله إلكترونيا ووسائل التواصل الاجتماعي، فأتوقع هذا الجيل هو الجيل المقبل على الزواج. فلو تعامل بالوسيلة وسائل التواصل الاجتماعي إلكترونيا أنا أشوفه بنوصل شريحة كبيرة من المجتمع أكثر من تعامل المرشدين. صحيح أتمنى أنكم تركزون على هذا الجانب إن شاء الله. إن شاء الله شكرا. جميل، أعتقد في شيء عندكم خوات تحليلية سلوية شيء. دكتور في نهاية هذا اللقاء حقيقة نشكرك أنت والفريق المساند معك في حضورك للمجلس، وحقيقة أعتقد أن احنا اليوم استفدنا بالمعلومات والطرح اللي طرحته والمحاضرة اللي لقيتها كانت محاضرة قيمة. احنا قبل كل شيء استفدنا المعرفة، والمعرفة طبعا غالية دائما. نتمنى كل التوفيق، نتمنى كل التعاون بيننا، نقبل الدعوة إن شاء الله بإذن الله تعالى سنكون مساندين لكم بإذن الله. شكرا سعادة الشيخ، شكرا الأخوة الأعضاء. أكرر لسعادتك الدعوة لزيارة المركز، احنا مستعدين في أي وقت، على أساس بل أنا يعني أتمنى زيارتكم على أساس تكونوا على اطلاع على إيش ممكن احنا نقدم أكثر، وبالتالي الصورة بتكون أوضح عندكم إن شاء الله. شكرا سعادتك، شكرا.